هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: من آبائنا وأجدادنا من وقع في تعظيم أصحاب القبور ووقع في أعمال شرك، ومنهم من مات على ذلك، فهل لنا أن نستغفر لهم؟ لا، اللي مات يدعو غير الله لا تستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أنت تقول أنه مات على الشرك، ما دام أنه مات على الشرك اتركه، لا تستغفر له. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، يقول: أيضا في بلادنا هناك أناس وقعوا في أعمال شركية كدعاء أصحاب القبور والذهاب إلى العرافين والسحرة، ثم توقفوا عن ذلك، لكن ثم توقفوا عن ذلك. نعم. دون استغفار ولا توبة، ولم يدعوا إلا الله حتى ماتوا، فهل نستغفر لهم؟ الحمد لله، ما داموا توقفوا عن ذلك وتركوا الشرك، تركوا الذهاب إلى السحرة والعرافين، توقفوا عن ذلك وعبدوا الله سبحانه وأدوا الصلاة والزكاة وأركان الإسلام وماتوا على ذلك، هم مسلمون. نعم.